انا بالنسبه لي كمتابع قبل ما نكون يعني في الثلث الرئاسي والله من مقربين سابقا خلال الحمله الانتخابيه للرئيس عبد المجيد تبون، انا نشوف مثلا قضيه اللغه الانجليزيه قضيه يعني لا تقدر، ما نقدروش نقدروها بثمن، ما مستحيل، لانها ممكن النتائج تاعها نبدا نلمسها بعد 10 سنوات. كسر الطوق الثقافي، كسر الطوق الثقافي والتبعيه اللي كانت للغه الفرنسيه. ومعلوم ان استقلال العقول لن يتم الا يعني على الاقل بتعدديه لغويه، ما نقولش يعني بابعاد اللغه الفرنسيه، على الاقل بتعدديه لغويه وعلى راسها ادخال الانجليزيه. اذا الانجليزيه بمثابه او نوفمبر جديد ما فيهاش نقاش، والحمد لله حتى وزاره التعليم العالي نلاحظ انها تجاوبت مع قرار رئيس الجمهوريه على مستوى المنظومه التربويه، والان الامور ماشيه وسوف نلمس نتائجها.